انتقلت أسرتي من صامتة إلى جيزان في يعني في السنة الخامسة الابتدائية بحكم عمل والدي هناك. كانت انفتاح جديد على الحياة، يعني مدينة نابضة بمقاييس ذلك الزمن أو مقارنة للمدينة التي كنت أعيش فيها. طبعاً مجتمع كبير، مدينة يعني الأضواء، الكهرباء، الإسفلت، المدارس الأوسع، البحر، المجتمع جديد يعني مختلف تماماً يعني عن مجتمعي. أكملت المرحلة الابتدائية وبقية المراحل الدراسية في مدينة جيزان. أثناء الدراسة في المرحلة المتوسطة والثانوية كان هناك نشاط كثيف جداً في المدارس، نشاط ثقافي، نشاط فني، نشاط مسرحي. كان هناك ما يسمى بمركز الخدمة الاجتماعية، هو عبارة عن مركز أنشطة رياضية فنية، رسم تشكيلي، غناء، مسرح. كان نابض بكل الأنشطة خصوصا في العطلة الصيفية، فكانت العطلة الصيفية بالنسبة لنا ليست فترة استرخاء، كانت نشاط كثيف جدا ومسابقات وتنافس كبير جدا. هذه أيضا كانت من العوامل المحفزة أو الدافعة لك أنك تقرأ وأنك تشارك وأنك تثقف نفسك وأنك تتعلم أكثر. فكانت مرحلة خصبة ثرية وشكلت جزء كبير من التأسيس لثقافة الإنسان ومعلوماته وشغفه بالإطلاع. وخلال تلك الفترة بدأت أتعلق بقراءة الصحف. كانت الصحف تجي جيزان كل يومين ثلاثة طبعا بحكم وسائل النقل، فكان الوالد يعني كل يومين ثلاثة بيجيب أعداد الأيام، فكنت أقرأ كل الصحف تقريبا، يعني أقرأها من أول من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة، أحيانا حتى الإعلانات أقرأها يعني، وأعيد قراءة الصحيفة يمكن مرة أخرى. كان تعلق كبير جدا بالصحف، وأشوف وأحلم يعني في يوم من الأيام أنه أكتب مثل الكاتب هذا أو أكتب مثل الكاتب هذا. ويعني كانت دهشة كبيرة جدا لكيف وصلوا، ماذا فعلوا حتى يعني أصبحوا كتاب بارزين ومشهورين. فكان حلم لي في يوم من الأيام أني أصبح كاتب، وكاتب صحفي بالذات. كان نتيجة طبيعية لهذا الشغف بالأدب والثقافة والقراءة أنه أتوجه لدراسة أو أفكر في دراسة الأدب والنقد يعني بدراسة أكاديمية متخصصة. ولكن في نفس الوقت عندما وصلت إلى المحك إلى التقرير، كان للوالد رأي مختلف، إنه يا حمود لماذا لا تدرس الطب؟ الطب مهنة إنسانية عظيمة، البلد ما فيها أطباء سعوديين، البلد موبوءة بأمراض كثيرة جدا وانت عانيت منها يعني. اثنين، إنه بإمكانك أن تستمر في هوايتك وشغفك بالقراءة والكتابة والثقافة وأنت في تخصص، يعني هذه هواية ويجب أن تظل هواية مع الإنسان طول حياته، ولا يمنع أن تكون طبيب أو تكون مهندس أو تكون في أي تخصص علمي آخر أن تستمر هذه معك يعني. الحقيقة كان كلامه مقنع، ولذلك قررت أن أتجه لدراسة الطب بعد انتهاء الدراسة الثانوية. ذهبت إلى كلية الطب جامعة الملك سعود بالرياض وبدأت دراسة الطب.